يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة، حلقة مميزة من خلال برنامجكم سوق واقف، البرنامج اللي دائما نحاول أن نزرع الابتسامة على وجيهكم وناخذ المعلومة في الأول والأخير ونستفيد منها. أنا قبلكم اليوم خميس ويكند، الأجواء حلوة والحياة سعيدة، ما شاء الله سوق واقف يعني مليان بالأماكن اللي فعلا تقدرون تقضون فيها الويكند، تستانسون فيه من خلال جميع الأماكن، حتى اللي جاي يتشرى، اللي جاي يستانس مع ربعه مع هله، فرصة عزيزي المشاهد الإجازة أنك تريح فيها وتنطلق وتستانس وتغير جو مع سواء أصدقائك أو أهلك. نذكركم بطريقة البرنامج وبآلية البرنامج. البرنامج هو عبارة عن 12 باب من 1 لين 12، عندنا هذه الأبواب، ممكن يكون وراء هذا الباب إذا دقينا طلع لنا سؤال على الطائر، سؤال على الطائر 1000 ريال، ممكن تجاوب عليه عزيزي المتصل، ولكن إذا والله ما قدرت تعذرنا ناخذ اتصال بعدك وراح يكون نفس السؤال، يعني السؤال هذا راح يبقى اللي هو قيمته 1000 ريال. عندنا السؤال اللي دائما يتحدون عليه وهو سؤال الحق ما تلحق. سؤال الحق ما تلحق، صح ولا غلط، غلط ولا صح، اكيد تذكرتوه. 3000 ريال، واول اجابه منه 1000 ريال، قيمته 3000 ريال. لا تفوتون هذه الفرصه، اتصلوا واستانسوا ان شاء الله، وبإذن الله نفس ما قلت لكم قبل الفوز هي الاستفادة من المعلومة. عندنا باب من الأبواب لما نطقش يطلع لنا، يطلع لنا السؤال الذهبي 5000 ريال. 5000 ريال عزيزي المشاهد، أنا قاعد أقول 5000 ريال شني دلال، عموما 5000 ريال فعلا، لا تفوتون الفرصة، باب من الأبواب هذه راح يطلع لكم وتستفيدون المعلومة والمبلغ. ومثل ما قلت لكم اليوم خميس، فتجمعون هذه كلها في هذا البرنامج اللي هو برنامج سوق واقف. ونذكركم بأرقام البرنامج 4-1-8-1، 4-1-8-1. نذكركم بعد بفتح الخط اللي هو 99-00-974، 00-974، الرقم 4-1-8-1. بنحاول مشاهدينا أن ناخذ أكبر عدد من الاتصالات، ولكن أتمنى أن تكون صدوركم وسيعة علينا، إذا ما قدرنا ناخذ جميع الاتصالات عندنا بكرة إن شاء الله، وعندنا الأسابيع الجاية، لا تشيلون هم أبد، حنا معاكم إن شاء الله ونعين ونعاون، وهدفنا الأول والأخير أنكم تكونون راضين علينا من خلال شاشة قناة الريان الفضائية. وقبل ما نبدأ مسابقتنا بطلب منكم طلب، أنت أيوه وأنتي شوفوني، ها طلب واحد، أبي تحدي. شلون تحدي؟ يعني بالعربي والله إحنا خلاص نتحداك، عطنا السؤال وإحنا بنعطيك الإجابة، ما أبي حد يقول لي ها ساعدني أرجوك، أبي قوة، أوكي. عموما خلونا نشوف الحين لقطة لسوق واقف، نشوف سوق واقف ونشوف الأجواء في سوق واقف، نشوف الممرات في سوق واقف. فعلا مشاهدينا الأجواء جميلة جدا في سوق واقف، وما شاء الله ترى الجو حلو، يعني الواحد يقدر يتمشى برا ويطلع، ومثل ما أنتم شايفين في الشاشة ما شاء الله، يعني فعلا جميع الحضور هذا، وجودكم في سوق واقف مشاهدينا أو المتابعين، حتى اللي يتابعونا ترى من خلال السيارات في الراديو يقدر يجي ويتمشى في سوق واقف ويمر علينا في سوق الذهب، ترى بعد نقول له حياك الله، يعني الأمور طيبة. برنامج ترفيهي ممتع خفيف مدته ساعة، نحاول من خلاله، الهدف الأول والأخير مثل ما قلت لكم أن نوصل المعلومة ونزرع الابتسامة على وجيهكم الطيبة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن بإذن الله من خلال ساعتنا، من خلال برنامج سوق واقف. ايش رايكم ننتقل للاتصالات؟ ننتقل للاتصالات وناخذ اول اتصال معانا العنود، حياك الله. الله يحييك. يا هلا وحيا الله، هلا الريان، يا مرحبا بكم. الله يرحب بك.
العنود سمعتي المقدمة، قلت لك أنا من يعني وقلت حق المشاهدين إن إحنا نبي شنو؟ نبي تحدي. حلو؟ وإن شاء الله أكون قد التحدي. كافو كافو. عنود متابعة البرنامج أنتي؟ إيه متابعته. حلو زين. وش رايك في الأسئلة؟ إيش رايك في آلية البرنامج؟ والله الأسئلة سهلة وممتعة. حلو. وناخذ منها معلومات. تمام تمام موفقة إن شاء الله يا العنود. بما أنك أنت الافتتاح وأنت اللي راح تقصين شريط حلقتنا لهذا اليوم، وحبيت منك كلمة التحدي، هذا أهم شيء. نبدأ برنامجنا إن شاء الله وفالك التوفيق. عندك الأبواب من 1 لين 12، تدقين أي باب تبينه، توكلي على الله. خلونا نشوف الأبواب مع بعض. نشوف الأبواب من 1 لين 12. باب رقم 8. باب رقم 8 العنود. ايوه. حلو زين. اذا تبينا نفتح الباب يلا. طلع لك سؤال على الطاير، اسبقونا يا شباب الله يعطيهم العافيه. وطلع لك سؤال على الطاير يا العنود يا بنت الريان، ومثل ما قلت لك نبي تحدي. حلو ان شاء الله. ان شاء الله نتقدها. السؤال يقول: في اي عام بدات شركه الخطوط الجويه القطريه رحلاتها؟ في أي عام بدأت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها؟ يعني نبي تاريخ منك يا العنود يا بنت الريان. حلو الكلام معاي؟ سامعتني؟ صوتي واضح؟ أعيد لك السؤال بعد مرة. يلا أعيد لك السؤال بعد مرة. في أي عام بدأت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها؟ متى بدت الرحلات؟ شركة الخطوط الإلكترونية. أنا لأن تجاوبتي بسرعة بحاول أعطيك بعد محاولة، وإن شاء الله إنك تكونين قد التحدي. يلا يلا يا العنود أعطيني. هو في 2000 ولا في 900؟ يعني شوفي أنت خلج قبل، طبعا أكيد مو 2013 مستحيل، خلج قبل. يلا يلا أعطيني بسرعة، قلنا نبي تحدي حنا وأنت الافتتاح. ترى أنا المتصل الأول هو اللي يرفع لي رتم البرنامج أو ينزله، وأنت فالخير يا العنود. يلا أعطيني، توكلي على الله. يلا العنود. 1993. إجابتك خطأ يا العنود، وشاكرين لك تواصلك. وناخذ اتصال جديد من خلال برنامجكم سوق واقف. اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. مرحبا. هلا ريم وحيا الله. هلا ام صلال، يا مرحبا. ام صلال علي ولا محمد؟ محمد. ام صلال محمد، حياكم الله ويا هلا وغلا يا ريم. ريم طبعا السؤال ما جاوبت علينا عليه اختنا العنود، انتقل لين عندك من الريان لام صلال. يلا نبي نسمع الاجابه منك. في اي عام بدات شركه الخطوط الجويه الإلكترونية رحلاتها؟ توكل على الله. 94. 1900 وكم؟ 94. متأكدة؟ ريم. ريم قلنا تحدي وقلنا قلب قوي. خلاص توكل على الله. ايه كفو. يعني ما راح تغيرين؟ ان شاء الله. حتى لو إجابة خطأ ما راح تغيرين. لازم 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 تكونين قد التحدي. ها بسمع منك اخر شيء. يلا قولي. والله توكل على ما راح تغيرين. كفو والنعم بالله. الف مبروك، 1000 ريال. صح اجابتك صحيحه، وانا يهمني كل المتصلين يكونون نفس ريم. نعم تعطي الاجابه وتقول توكلنا على الله. نعم الف مبروك ريم. في عام 1994 وتمكنت الخطوط الجويه الإلكترونية في وقت قصير من النمو والتوسيع أو التوسع في شبكة خطوطها العالمية والتألق في تقديم خدمات تضاهي أو لا تضاهى في العالم أو في عالم الطيران. ألف مبروك يا ريم، 1000 ريال. واللي ما ربح معانا أرجع وأقول إحنا كسبنا مشاركتك، وكسبنا أن سمعنا صوتك، وإن شاء الله تشارك معانا في الأسابيع الجاية. ونبي بس
طولة البال وسعة الصدر. احنا فعلا مشاهدينا لازم تعرفون شغلة، يمكن انتم تحسون ان انا مستعجل، هو الاستعجال عشان اقدر اخذ اكبر عدد من المتصلين، لان فعلا ياخذون بخاطرهم اذا احنا ما خذينا اكبر عدد. عموما ما اطول عليكم، اتصال جديد. يلا ام عبد الله حياك الله. ام عبد الرحمن، يلا ام عبد الرحمن حياك الله. يا ام عبد الرحمن ويا هلا وغلا. الو اهلين. يا هلا ام عبد الرحمن. هلا والله ام عبد الرحمن. صوتك مو صوت وحده تبي تتحدى، ما ادري يمكن اكون غلطان ترى. لا ان شاء الله نتحدى. كفو. ايه من الدحيل؟ ايه ان شاء الله. والله والنعم بهالدحيل وحياكم الله بيت بيت. ام عبد الرحمن اليوم خميس، اجواء حلوه، ان شاء الله الابتسامه مرسومه على وجه كل المشاهدين ووجهك الطيب. ونبي نفس الرتم اللي بدينا فيه الاتصالات الاولى، التحدي وتعطين الاجابه بدون تردد، حلو؟ باذن الله ان شاء الله. والنعم بالله وخلينا نشوف الابواب، يلا. ترى ما راح الا باب واحد وهو باب رقم 8، اي باب الطقينه يا ام عبد الرحمن يا بنت الدحيل. ان شاء الله 9. باب رقم 9. باب رقم 9. طيب نفتح الباب ونشوف شنو وراء هذا الباب، يلا. سؤال على الطاير يا ام عبد الرحمن. سؤال على الطاير يا ام عبد الرحمن. والسؤال يقول في اي عام تم انشاء شرطة النجدة اللي هم الفزعة في قطر؟ ام عبد الرحمن. أيوة. في اي عام، اسمعي السؤال، في اي عام تم انشاء شرطة النجدة اللي هم الفزعة في قطر؟ حلو؟ يعني تمام؟ تقريبا ما قرب لي. لا ام عبد الرحمن وقلت لك قبل شوي انت قد التحدي. انت شكل بتفشليني قدام المشاهدين. ها؟ وانا قاعد امدح فيك من ساعة. اعيد لك السؤال ولا يهمك. في اي عام تم انشاء شرطة النجدة اللي هم الفزعة؟ في اي عام؟ يعني لا تروحين بعيد. يلا ابي اجابة سريعة ام عبد الرحمن. يلا. يلا ام عبد الرحمن عشان ما نهضم حق المتصلين اللي قاعدين ينتظرون. يلا يا ام عبد الرحمن يا بنت الدحيل وانت قدها وقدود ان شاء الله. اعطيني اجابة. يلا لا ترددين، اعطيني اجابة. الخسارة خسارة الروح. يلا. في 2003. غير الإجابة بسرعة. يعني بسرعة ولا تحت؟ بسرعة. يلا يلا إذا تشوفيني أنت شفتي الإشارة. يلا بسرعة عبد الرحمن. ما شفتها والله. ها يلا. يعني فوق. يلا عبد الرحمن. 2010 ل 2012. والله للأسف، والله يا عبد الرحمن أنت مو قريبة حتى. عموما اتصال جديد، اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. محمد حياك الله يا محمد وحيا الله ابو هامور. عليكم السلام ورحمه الله. محمد ابي اجابه سريعه. الله يرحم والديك ويسلمك. اخوك فواز معك. في اي عام تم انشاء شرطه النجده اللي هم الفزعه في قطر؟ 2009 ان شاء الله. متاكد من الاجابه يا محمد؟ متأكد مليون بالمية إن شاء الله. والله كفو. بعد مليون بالمية؟ ألف مبروك. مليونين بعد طيب لعيونك بعد. الله يسعدك، ألف مبروك. وأتمنى كل المستثمرين يكونون مثلك يا محمد، فعلا التحدي وهذه الروح الحلوة، روح الحماس والتحدي. ألف مبروك، ألف ريال. نعم في عام 2009، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لبسط الأمن والاستقرار من خلال تنظيم وتسيير الدوريات الأمنية. مشاهدينا أتمنى نبي السرعة الإجابة، ومثل ما قلت لكم يعني إن شاء الله ما في حد خسران، إحنا كلنا نكسب بعض بهذا التواصل وبهذا الاتصال. واتصال جديد ونقول يا هلا ومرحبا. الله يرحبك. حي الله ثاني وحي الله هلا المعراض يا مرحبا. الله يحييك. شلونك؟ الحمد لله. ثاني كم عمرك؟ عمري
12 سنة. العمر كله إن شاء الله يا ثاني. ومتابع البرنامج أنت من قبل؟ إيه. حلو. ثاني. هلا. أنت رجال وما تبي حد يساعدك، حلو؟ إيه إن شاء الله. وقد التحدي؟ إن شاء الله. كفو، خلنا نشوف الأبواب مع بعض، يلا. يلا. نشوف الأبواب، ثاني ترى 8 و9 راحوا. وش الباب اللي تبيه؟ باب إن شاء الله 12. باب رقم 12. طيب، خلنا نفتح الباب ونشوف وش وراء هالباب، يلا. خلنا نفتح الباب، توكلنا على الله. الظاهر حظكم اليوم بداية الفقرة الأولى كلها سؤال على الطاير، طلع لك سؤال على الطاير. طيب. خلنا نشوف سؤال جميل. السؤال يقول قسم، حلو، قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار والصور والمعلومات. في قسم يوجد في المؤسسات الصحفية يحفظون فيه الأخبار ويحفظون فيه الصور ويحفظون فيه المعلومات. هذا القسم خلنا نقول حتى في الجوال، في الإيميلات، في دائما في عندك مكان أنت تحفظ فيه. شنو اسمه هذا المكان؟ الملاحظة. لا، تحفظ فيه غير اللي تكتبها أنت وتحط في الملاحظات. يعني اللي يجي على بالك أنت تحفظه سواء في الإيميلات، أنا سهلت لك، يعني هو أصلاً في المجال مؤسسات صحفية لكن أنا قاعد أسهل لك، عرفت؟ إيه. عشان عمرك والعمر كله إن شاء الله قاعد أوضح لك وضربت لك مثال على التليفون. يعني تبغى اسم البرنامج ولا؟ لا لا، شوف المؤسسات، يعني في مؤسسات في الدولة، في العالم، في عندهم معلومات، أخبار في الصحافة، في أي مجال، حتى في الإعلام عندهم مكان يحفظون فيه، قسم الكذا، عرفت؟ يحفظون فيه المعلومات، الأخبار، الصور. هذا المكان عشان بعدين إذا بغوا يرجعون حق شيء قديم يلقونه، عرفت؟ يلا يلا، عطني إجابة سريعة. لأني أنا مو قادر أسمعك يا ثاني، وإذا بتتأخر يعني راح ناخذ يعني اتصال جديد. يعني ثاني ثاني عطني إجابة، لا تعطيني سؤال. يلا. يعني أحطه في جوال ملاحظات؟ لا، فديت خشمك، هي ما لها شغل، ما لها شغل في الجوال، هو بس أنا أعطيتك مثال. في التلفزيون، في الصحف، في الجرايد، في كل مكان يعني. عرفت؟ هذا القسم يحفظون فيه، يحفظون فيه معلومات، أخبار، صور. أعطني إجابة ثانية بسرعة، قسم ال... يلا يلا بسرعة، يلا ثاني. الفلاش. ها؟ ما سمعتك والله، والله ما سمعتك. يا ليت تقولون لي شنو قاعد يقول ثاني. الفلاش. لا والله للأسف، والله ثاني، معلش معلش، أعتذر منك والله، وكان ودي أنك تفوز، لكن إن شاء الله أنك فايز في حياتك الدراسية بإذن الله، ولك التوفيق إن شاء الله. السؤال: قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار والصور والمعلومات، ما اسمه؟ راح ناخذ اتصال ولكن بعد هذا الفاصل، لا تروحون بعيد، خلكم معانا من خلال برنامجكم سوق واقف.
عودة جديدة لكم مشاهدينا من خلال برنامجكم سوق واقف، ومثل ما أنتم شايفين ما شاء الله الفقرة الأولى حاولنا نكسب أكبر عدد من الاتصالات. نعم ما فازوا معانا كلهم، لكن الهدف أن نحاول نرضي المتصلين، نحاول أن نأخذ أكبر عدد، نحس بتفاعل المتصل. يعني مشاهدينا فعلا احنا لو مثلا كل اللي بيتصلون على عيني وراسي، لكن لو انا قعدت مع المتصل واحد خمس دقائق او عشر دقائق انا هضمت حق المتصل الثاني. اتمنى منكم طولة البال ساعة الصدر. في نفس الوقت المتصل ابي تحدى، يعني شفتوا الفقرة الاولى ما شاء الله في بعض المتصلين قالوا لي يلا تحدي، اعطاني الاجابة وقال انا ما راح اغير، انا بمثل هذا المتصلين. عموما السؤال اللي احنا قلناه كم قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار والصور والمعلومات، ما اسمه؟ ناخذ اتصال ونقول يا هلا وغلا بهالمعيذر وحي الله علي. يا أبو حسن يا مرحبا، وشلونك يا أبو حسن، شخبارك؟ طيب الله يسلمك، دوم إن شاء الله. علي يا الله الله يبقيك، صوتك صوت واحد يتحدى ويعطيني الإجابة من أول مرة وما يتردد. حلو إن شاء الله إن شاء الله. حلو يا ولد معيذر، ما في خوف ما في تردد، تعطيني الإجابة وتقول لي الخسارة خسارة الروح. حلو إن شاء الله. كافو كافو. طيب بعيد لك السؤال، يقول لك قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار الصور المعلومات، شنو اسم هذا القسم؟ يلا يا علي يا ولد معيذر. علي السؤال انا علي، وانا اقول انك الحين جايني من اخرك. قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار الصور المعلومات، ما اسم هذا القسم؟ وانا ضربت مثال الثاني قبل شوي وقلت له معلومات وضربت له امثله حتى على الجوال، ما يبي لها يعني. الارشيف. متاكد ولا؟ ان شاء الله متاكد. يعني ما راح تغير؟ لا. اقول لك ما راح تغير. علي. خصم اللي فات. علي. علي علي هلا. تكفى تكفى بس اسمعني، انا اسمعني معك. انت الاجابه اللي قلت اياها وش هي؟ عطني حدد اجابتك. الارشيف. وش الاجابه الثانيه اللي قلتها؟ اللي من اللي عندك اللي قاعد يلخبطك هذا؟ قسم الاداري. علي الحين بعطيك محاوله واحده، اختار لك اختار لك واحده، يلا اختار لك واحده منهم، ما راح تغير. لا لا على ولا. اي كفو، انا بيك انا بي قلب قوي بس. اجابتك صحيحه والف مبروك، الف ريال. نعم وفالك التوفيق ان شاء الله في المرات القادمه. ايضا علي فاز معانا. مشاهدينا احنا نحاول نغير من رتم البرنامج بهذا التحدي، وفعلا ان انا اعطي فرصه واعطي مليون فرصه اذا تبون وتامرون امر وعلى راسي، لكن والله العظيم حلاوه البرنامج ان احنا نكون في تحدي اخذ وعطاء، يعني شوي نحس انه لا فعلا المعلومه ترسخ. عموما هو قسم الارشيف هو القسم الذي يوجد في المؤسسات الصحفيه لحفظ الصور والمعلومات والاخبار. الف مبروك للفائز واتصال جديد، وهالمرة انتقلنا لوين؟ من قطر رحنا للبحرين. يا هلا وغلا بهل البحرين. هلا بيك. وحي الله. عبد الله. هلا بيك. ما معاكم خبر زين يا رسول السلامة. يا البحرين. يا حبيبي حياكم الله يا أهل البحرين، ويا هلا وغلا فيكم والله. الله والنبي يحييك وأمرك. الله يسلمك. عبد الله متابع معانا البرنامج انت من قبل؟ شايف البرنامج؟ بس اول مره اشارك. وابرك الساعات ونتشرف فيكم. الله يطول عمرك. زين تبينا نشوف الابواب مع بعض؟ اي نعم.
نشوف الأبواب مع بعض. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبواب على الهواء، ومثل ما أنت شايف الأبواب. نعم. قدامك. إيه. ناخذ ثلاثة. رقم ثلاثة. عبد الله من البحرين يطق باب رقم ثلاثة، وحنا نفتح لك الباب. نفتح لك الباب، والباب الله يسلمك. خلنا نشوف شو اللي وراه. لا لا، اليوم 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 شو السالفة؟ اليوم كلكم قاعدين تختارون سؤال على الطاير. عبد الله. نعم. الله يسلمك. سؤال على الطاير مثل ما أنت عارف، السؤال قيمته 1000 ريال. نعم. وإن شاء الله إنه يكون سؤال جميل. السؤال يقول لك منتجع سياحي، أوكي، يعتبر هو الأول من نوعه في قطر، وافتتح عام 2015. منتجع سياحي يعتبر هو الأول من نوعه وافتتح عام 2015. منتجع سياحي الأول من نوعه في قطر وافتتح عام 2015. وعدت لك السؤال 3 مرات، وأبي منك إجابة يا ولد البحرين قلب قوي. يلا. شوف، ما المنتجع معروف، و المنتجع فعلا معروف، و يعني أتوقع أنك عرفته، يعني ما يبي له. يلا. السوق واقف. منتجع، منتجع، أنت تعرف شنو معنات منتجع؟ اي نعم اي نعم. شنو يعني؟ يلا قول لي. زين، الله يسلمك. جزيرة، جزيرة البنان. شنو قلت؟ جزيرة البنان، بنانة. من أعطاك الإجابة عبد الله؟ عادي قول لي. زوجتي ترى. زين، أجل اسمع. ألف مبروك، بس اسمع، الإجابة حق زوجتك مو بلك. إي لا لا لا، نعم والله. ألف مبروك يا عبد الله. ألف مبروك، وإن شاء الله أنك تجيب الأهل بعد المنتجع البنانة، وتشرفونا وتزورونا في قطر، وحياكم الله يا أهل البحرين، ويا هلا وغلا فيك يا عبد الله. نعم مشاهدينا، منتجع سياحي الأول من نوعه في قطر وافتتح عام 2015، هو منتجع البنانة. مساحته 162 ألف متر مربع، واستغرق تشييده 18 شهر. ما أدري مكعب من وين كانت بتطلع، بس حاولنا نعالج الموضوع. عموما اتصال جديد، ورجعنا لمعيذر من البحرين. رحنا لمعيذر ونقول يا هلا وغلا ومرحبا بسارة، حياك الله. سارة، 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 معاي؟ ركزي معاي. هلا. ايه هلا بك سارة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وحياك الله يا سارة في برنامج سوق واقف، برنامج ترفيهي فيه معلومة، مسابقات خفيفة، وإن شاء الله فالك التوفيق. وخلينا نشوف الأبواب مع بعض. يلا يلا. اختار رقم 6. الأبواب قدامك، واخترتي رقم 6. بنت معيذر طقت باب رقم 6، خلونا نشوف. يلا. لا لا، أنا عندي في شيء غلط، ما أدري شو الموضوع. طلع لنا سؤال على الطاير بعد اليوم. اليوم الظاهر البرنامج كله سؤال على الطاير. سارة. أيوة. طلع لك سؤال على الطاير. سؤال على الطاير يبي له تركيز ويبي له سرعة في الإجابة. حلو. أيوة. تمام. أي. طيب يا سارة، السؤال يقول متى تأسس أول قسم لشرطة الأطفائية في قطر؟ متى تأسس أول قسم لشرطة الأطفائية في قطر؟ خليني أعيد لك السؤال بعد مرة. متى تأسس أول قسم لشرطة الأطفائية في قطر؟
أنا أحاول أعيد السؤال أساس ما تقولين لي عيد لي السؤال بعد، فأنا أعيد لك إياه ثلاث مرات، وبعد بعطيك مرة رابعة. متى تأسس أول قسم لشرطة الأطفائية في قطر؟ أبي أسمع منك إجابة بقلب قوي وبفعلاً ثقة في النفس. أنت عارفة المعلومة يا بنت معيذر وأنت قدها، والحين بتقولي لي الإجابة. يلا توكلي على الله. لحظة سارة. أيوة. ألو سارة، أنت قلتي لي لحظة راح ناخذ اتصال ثاني. ألو. أيوة. 1955. ما شاء الله، أنت مطولة على التلفزيون أول شيء؟ أيوة. طيب مو مشكلة، متأكدة من الإجابة؟ ايوه متاكده. والله ما شاء الله عليك، الف مبروك. يعني انا ما كنت متوقع انها بتجاوب، بس ما شاء الله فعلا 1955. الف مبروك يا بنت معيذر وفالك التوفيق دائما. تاسس اول قسم لشرطه الاطفائيه مشاهدينا في عام 1955، وتم تغيير مسمى القسم الى اداره الدفاع المدني بموجب قرار وزير الداخليه رقم 8 لسنه 1991 لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تمر فيها البلاد. واتصال جديد ونقول يا هلا وغلا وانتقلنا. والله أنا قبل هيا، مساك الله بالخير يا هيا. هيا قصر على التلفزيون أول شيء، قصر على التلفزيون. عليكم السلام، قصري على صوت التلفزيون لأني مو قادر أسمعك. قصري على صوت التلفزيون، أنا مو قادر أسمع والله. قصري على صوت التلفزيون على الآخر، الله يرضى عليك، لأنه والله العظيم يجيني صداع. إيه، قولي آمين. آمين. إن شاء الله ما يطلع لك سؤال على الطاير. آمين. لأنه والله من أول الحلقة وحنا سؤال على الطاير. طيب. خلينا نطلع ونشوف الأبواب مع بعض. يلا خلينا نشوف الأبواب مع بعض. حلو، شايف الأبواب قدامك؟ ايه. طيب أبو سبعة، رقم سبعة، خلينا نشوف، نفتح باب رقم سبعة ونشوف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انت كسرتي النحس الحمد لله، وطلع لك الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. طبعا مثل ما انت عارفه، صح ولا غلط، غلط ولا صح، قيمته 3000 ريال. والاجابه الاولى سواء كانت الاولى او الثانيه او الثالثه، اللي بتجيب اللي بتجيبين فيها صح هي اللي بتكون 1000 ريال. طيب نبدا ولا أنا؟ والله مو سامع صوتك. أنتِ مشكلتك مطولة على التلفزيون وراح تبهدليني، لأن راح أعطيك السؤال الأول وأنتِ توك تسمعين، أنا داخل على السؤال الثاني توك تسمعين الأول. إيه قصري أسمع على التلفزيون. لا لا قصري على التلفزيون، اسمعيني من التليفون. زين. طيب. زين. جاهزة؟ جاهزة؟ أكيد. طيب راح نبدأ، راح نبدأ. مركز قطر لدراسات السلامة المرورية يتبع كلية شمال الأطلنطي، صح ولا غلط؟ بسرعة. صح. وانت غلط. غلط غلط. في عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري، صح ولا غلط؟ بسرعة. لا تتأخرين واجد. وانت صح بس تتأخرين. مسابقة كأس الإبداع السنوية الخامسة الوطنية لقطر تنظمها شركة مايكروسوفت، صح ولا غلط؟ بسرعة. غلط غلط. بطيئة 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 بطيئة. مركز بداية لريادة الأعمال هو مبادرة مشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، صح ولا غلط؟ صح. وانت صح، حصلت قطر على الميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية خلال انتهى الوقت.
1500 ريال، وأنا والله كان ودي إنك تربحين أكثر. ألف مبروك، 1500 ريال. ومركز قطر لدراسات السلامة المرورية يتبع كلية الشمال الأطلنطي. خطأ، هو مركز قطر لدراسات السلامة المرورية يتبع كلية الهندسة بجامعة قطر. مشاهدينا، عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري، نعم صحيح، للقيام بدور السلطة النقدية في قطر. وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله. مسابقة كأس الإبداع السنوية الخامسة الوطنية لقطر تنظمها شركة مايكروسوفت، ويتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة يوم الثلاثاء 26 أبريل، وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصال. مركز بداية لريادة الأعمال هو مبادرة مشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، ويهدف هذا المركز إلى تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية. حصلت قطر على الميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات، نعم صحيح، وذلك بجهاز تقنية المحقق الذكي الذي ابتكره الرائد مهندس علي حسن الراشد من قوة الأخوية. ولا تروحون بعيد مشاهدينا، راح نطلع فاصل قصير ونرجع معاكم من خلال برنامجكم سوق واقف. عودة جديدة لكم مشاهدينا من خلال برنامجكم سوق واقف. ما شاء الله الفقرة الأولى كانت ممتعة، فيها الإثارة، فيها التحدي. الفقرة الثانية بعد نفس الشيء، نبي رتم البرنامج ما ينزل في فقرتنا الثالثة. نقول حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم، ونتمنى تواجدكم وحضوركم اليوم ويكند، الأجواء حلوة، الكل ما شاء الله موجود في سوق واقف. يا هلا وغلا فيكم، ونذكركم بأرقام البرنامج 4-8-1، وناخذ اتصال. وطلعنا من الدوحة للسعودية. عليكم السلام ورحمة الله، وحيا الله أهل السعودية ويا مرحبا. الله يحييك. عائشة، من وين تكلميني؟ من السعودية طال عمرك. من أبها. والله ونعم بأهل أبها، وحياكم الله ويا هلا وغلا فيك يا عائشة. الله يحييك. وقولي لنا شلون الأجواء عندكم؟ والله الحمد لله أمطار. أمطار ما شاء الله، أمطار خير إن شاء الله يا رب. عاشا، خلينا نشوف الأبواب مع بعض ونتوكل على الله. شايف الأبواب؟ لا لسه ما طلعت. ما أسمعك عاشا، صوتك مو واضح. عاشا رقم 10، الطقين باب رقم 10 يا بنت أبها. عائشة أنت قلتي رقم 10 عدل؟ ولا أنا سمعتك غلط؟ هنا العشرة. رقم 10، نفتح باب رقم 10، يلا نشوف شنو وراء هذا الباب. عائشة رقم 10 الله يسلمك، اللي هو الحق ما تلحق. حلو؟ أيوة حلو. تمام؟ تمام. طيب ساعدني. الحق ما تلحق، الله يسلمك. عندك دقيقة كلمة ساعدني هذه في حلقتنا اليوم، الحمد لله ما سمعناها من أحد كلش، لا من البحرين ولا من قطر ولا من غيره. فأنا بيك تحديني كلمة ساعدني، معناتها أن أنت شنو تقولين؟ يلا عطني الإجابة، وحنا نبي يكون في تحدي حتى المشاهد ينبسط لما يشوف أنه فعلا في تحدي، وأن بنت أبها قدها وقدود. ترى انت ترضين الحين اهل ابها يقولون ها عائشه شاركت وتقول ساعدني؟ لا، عندها معلومات وتعرف، صح ولا لا؟ لا لا ما اتحدى انا. كيف اقول ما اتحدى؟
لا ما التحدي ما يصير، يعني شوفي أي شيء في الحياة لازم يكون في نوع من الجرأة، من التحدي، من الثقة بالنفس. يعني أنت الحين داخلة برنامج مسابقات وبرنامج ترفيهي وبرنامج حلو وخفيف وسئلته سهلة، فإحنا من خلال هذا البرنامج نحاول أن نثير التحدي وإن شاء الله نجقدها. والله معلومة ضعيفة عن قبل. عموما شوفي أنت توكلي على الله، ودائما لا تجهزين الحاجة السلبية قبل لا تبدين. ممكن أنت تجاوبين على الأسئلة كلها. توكلنا على الله. صح ولا؟ إيه خليك متفائلة بس. توكلي على الله وإن شاء الله فالك التوفيق. وراح نبدأ الوقت يا بنت أبها. يقول لك يقام في سوق واقف مزاد للصقور، صح ولا غلط؟ صح. وانتي صح. يقع فندق الجسرة على كورنيش الدوحة، صح ولا غلط؟ صح. وانتي غلط. تمتد قطر على شبه جزيرة بطول 200 كيلو متر وعرض 100 كيلو متر، صح ولا غلط؟ غلط. وانتي غلط. تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلو متر مربع، صح ولا غلط؟ غلط. وانتي غلط يا بنت أبها. استضاف مركز مناظرات قطر بطولة العالم لمناظرات المدارس في عام 2005، صح ولا غلط؟ بسرعة. صح. وانتي صح. غلط والله، والله غلط. عموما ألف ريال، ألف مبروك، ما خسرتي. واسمعي الحين، هنا فائدة البرنامج اختي عاشة. اسمعي الحين السؤال والجواب وخذي معلومة عن قطر وتابعي البرنامج دائما، راح تكون المعلومة عندك من كل النواحي. السؤال والإجابة. يقام في سوق واقف مزاد للصقور، نعم، وشهد مزاد سوق واقف للصقور العام الماضي حضور كبير من الصقارين والمشترين ومحبي الصقور بالإضافة لزوار من دول الخليج. يقع فندق الجسرة على كورنيش الدوحة، خطأ. يقع في سوق واقف ضمن مجموعة من فنادق سوق واقف التي تجمع بين التراث القطري وبين الرفاهية الحديثة في أبهى صورها. تمتد قطر على شبه جزيرة بطول 200 كيلو متر وعرض 100 كيلو متر، نعم صحيح، وتبلغ مساحة قطر الكلية 11850 كيلو متر مربع، متضمنة عددا من الجزر. تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلو متر، نعم صحيح، وتوجد في مدينة لوسيل 4 جزر و19 منطقة تجارية سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات. استضافت مركز استضاف مركز مناظرات قطر بطولة العالم طبعا في عام 2010، وهو مركز تابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ألف مبروك، ألف ريال. ومن البداية عاشة ما كانت متحمسة، يعني عشان كذا ما حاولت أنها تركز معانا في الأسئلة، وأنا متأكد لو كانت هي متحمسة وحابة أنها تفوز راح تفوز بأكثر من كذا. اتصال جديد ونقول يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا، وحي الله غدير، وحي الله أهل أبو سدرة، حياكم الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ويا هلا وغلا فيك غدير. هلا هلا بك أكثر. تحدين ولا ما تحدين؟ إيه كفو كفو، تحدي روح ال ال شلون؟ الذهبي بإذن الله. والله ما سمعتك، لكن خلينا نشوف الأبواب مع بعض. الذهبي كفو. إيه كفو والله. فهلك التوفيق يا رب إن شاء الله. يلا يلا كفو كفو، هذا اللي نبيه حنا. الأبواب قدامك. وش الأرقام اللي راح عندي؟ شوف اللي باقي عندك 1 و2 و4 و5 و11. حلو. واحد بإذن الله. واحد بإذن الله. وخلونا نشوف الباب اللي طقته بنت أبو سدرة. يلا خلونا نشوف الباب. سؤال على الطائر، أنا ما أدري. نعم
أنا بديت أتعقد من سؤال عطاير صراحة يا مشاهدين، والله يعني ما في شيء، بس ها طلع لنا الحق ما تلحق، بس كله سؤال عطاير. عموماً السؤال يقول: في أي عام استضافت قطر أولمبياد الروبوت العالمي للمرة الأولى؟ في أي عام استضافت قطر أولمبياد الروبوت العالمي للمرة الأولى؟ راح أعيد لك السؤال بعد مرة: في أي عام استضافت قطر، قصري على اللي عندك طفي الجوال أو قولي حق اللي عندك يبتعد لأن أنا مو سامعك عدل، سامع الصوت اللي جنبك. في أي عام استضافت قطر أولمبياد الروبوت العالمي للمرة الأولى؟ يلا أعطيني الإجابة طال عمرك. يلا فقرتنا الأخيرة، أنا بسوي نفسي ما أسمعك لأن حنا نبي إجابة. أنا لو بساعدك بقعد أخذ وأعطي معاك لين ما يخلص البرنامج، فنبي إجابة. إجابة ثانية، يلا بسرعة توكلي على الله. يلا عام أعطيني فوق ولا تحت؟ يلا ها ها أشرت لك أنا. يلا والله بعد ما أن أنا ممنوع حتى أسوي شيء وساعد. أنا ما أشوف تلفزيون، أنا برا. طيب قريبة، يلا أعطيني إجابة ثانية يلا بسرعة. 6 نوفمبر. كم؟ 6 نوفمبر. والله ما أسمع، أنا مو قادر أسمع. 6 نوفمبر. أنا أبي عام عام، يعني تقولي لي مثلا أعطيني عام، سنة سنة. 2015. متأكدة ولا كذا بس حظ يا نصيب؟ حظ يا نصيب. وحظك ما شاء الله يكسر الصخر صراحة. عموما ألف مبروك، 1000 ريال، 2015. ما شاء الله كان، لا وحلوة صراحتك صراحة. اتصال جديد، اتصال جديد عشان ما نضيع الوقت. معانا أم علي، ويا هلا وغلا أم علي. هلا فيكم. حياك الله. حياك الله. حيا الله أهل السيلية، يا مرحبا. أهلين فيك. هلا أم علي. باقي عندنا 2 4 5 11. نشوف الأبواب مع بعض. خلينا نشوف الأبواب أول شيء. شوف الأبواب. 4 إن شاء الله. طيب نشوف رقم 4 من أم علي ونقول لك الحين شنو اللي يطلع وراء هذا الباب. يلا. سؤال عطاير. لا لا سؤال عطاير. أنا 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 شكل السؤال عطاير مربوط فيني أنا. مربوط فيني أنا مو فيكم مشاهدينا والله. يلا خير خير. أنا من أول الحلقة لين الحين وأنا. عموما السؤال يقول: من هي الدولة التي فازت بالبطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس باللغة العربية لعام 2016؟ من هي الدولة التي فازت بالبطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس باللغة العربية عام 2016؟ قطر إن شاء الله. متأكدة ولا مترددة؟ لا إن شاء الله متأكدة، قطر قدها. ألف مبروك، ألف مبروك، 1000 ريال، ألف مبروك، 1000 ريال. نعم، حيث حقق فريقنا المركز الأول في البطولة بعدما تفوق في المناظرة النهائية على الفريق السوري الشقيق. واتصال جديد. يلا ختمنا والله، وصلنا لنهاية البرنامج مشاهدينا، وأنا والله يعني متحسف لأن فعلا السؤال الذهبي ما راح، والحق ما تلحق للحين باقي إيش كثر، لكن إن شاء الله بكرة راح نكون معاكم وفي أسئلة جديدة، وبإذن الله بإذن الله أنكم تكونون راضين علينا، وهذا أهم شيء. قدرنا نأخذ أكبر عدد من المتصلين. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي، وفي أمان الله.